شباب الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأولى حلقات كلمة سواء في شهر رمضان المبارك عام 2013. 1434 لهجرة النبي سيد أهل بيت النبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل عام وحضراتكم بخير في أمتنا العربية والإسلامية، أهل السنة والجماعة. يعني أعاد الله عليكم هذه الأيام بخير ويمن وبركة. في مناظرتنا الكبرى على شاشة قناة صفا، والتي تعودنا أن تكون يومية في شهر رمضان المبارك ما عدا يوم الجمعة كما اتفق مع إدارة القناة، تكون لتلقي اتصالات مشاهدينا الكرام. كان هناك عقد اتفاق بين قناة صفا الفضائية ويمثلها أسامة خضر كمدير تنفيذي، وبين الدكتور علي الفحام كمناظر شيعي لفضيلة الشيخ خالد الوصابي، الذي أرحب به قبل أن أقرأ على حضراتكم هذا العقد في بداية هذه الحلقة. ترحب بك شيخنا. أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام وبالضيف الذي سيكون معنا. شكرا لك. طرفي المناظرة أقر مشاهدين الكرام بأهليتهما للتعاقد، ومعنا عبر سكايب الدكتور علي الفحام. رحب بك دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا إذن لنا دكتور وشيخ خالد نقرأ يعني بنود العقد كما طلبتم على الهواء مباشرة ليكون حجة على الجميع وملزما لكلا الطرفين. بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفق على ما يلي. أولا، يقوم الطرف الأول قناة صفا الفضائية باستضافة الطرف الثاني كمناظر في برنامج كلمة سواء بمعدل 26 حلقة خلال شهر رمضان الكريم. ثانيا، يقوم الطرف الثاني بمناظرة فضيلة الشيخ خالد الوصابي كطرف أصيل في المناظرة التي يتضمنها برنامج كلمة سواء، على أن يتم اقتسام الوقت بالتساوي بين الطرفين، وعلى أن يضبط الوقت بساعة رقمية تظهر على شاشة القناة أثناء بث البرنامج ويلتزم بها كلا الطرفين. ثالثا، يراعى أن تسود المناظرة الأجواء العلمية الموضوعية والاحترام للطرفين بعيدا عن التشنج وروح العصبية والاتهامات المتبادلة. رابعا، يجب احترام الرموز والمقدسات لكلا الطرفين ولا يجوز التعدي عليها. خامسا، ينبغي أن يكون الاحتجاج بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته المتفق عليها بين الطرفين. أما ما تفرد به الشيعة أو السنة من الروايات فهو حجة عليهم لا على الطرف الآخر. يعني ما تفرد به وصح عند الشيعة حجة على الشيعة، وما تفرد به وصح عند السنة حجة على السنة حصرا. سادسا، شروط المناظر الذي سيناظر: الصدق في الحديث، 2 الأمانة في النقل، 3 الاعتذار عند الخطأ، 4 الإجابة عند السؤال، بمعنى إذا وجه سؤال للطرف الثاني يجيب عليه إما في حلقة النقاش أم بعدها في اليوم الثاني. سابعا، شروط الدليل التي يعتمد في المناظرة: الاعتماد على القرآن الكريم أولا، 2 الاعتماد في السنة على ما صح وليس كل دليل من السنة يصلح للاستدلال، وما اتفق عليه السنة والشيعة لابد أن يكون متفق على صحته عند أهل السنة والشيعة، ولا يلزم الخصم إلا بما صح عنده، ولا يلزم بتصحيح غيره. ثامنا، موضوع المناظرة هو الإمامة وأحكامها بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تاسعا، إن مدير المناظرة لا يمثل الجمهور للمشاهدين، ولذلك تنحصر مهمته بالأمور الآتية: توزيع الوقت بالتساوي بين الطرفين، 1، 2، التنبيه على مخالفات شروط المناظرة من قبل أحد المتناظرين، 3، نقل أسئلة أحد الطرفين للآخر في حال عدم سماعها جيدا أو عدم فهمها، 4، توضيح موضوع المناظرة في بداية الحلقة وختم الحلقة دون الانتصار لأحد الطرفين أو توهين أحد منهما. 10، لا يحق لمدير المناظرة الأستاذ محمد صابر مقاطعة أحد الطرفين إلا في حالة واحدة فقط، في حالة خرق أحد شروط المناظرة المتفق عليها، ويجب تعويض الوقت للمناظر. 11، لا يحق لمدير المناظرة أن يوجه الأسئلة إلا إذا طلب أحد الطرفين منه ذلك بأن يسأل الطرف الآخر سؤالا محددا، فيكون ملزما بتوجيه السؤال نفسه. 12، ينبغي على مدير المناظرة احترام كلا الطرفين، ولا يجوز له التدخل أو مناصرة أحد الطرفين على الآخر،
كما لا يجوز له التدخل ضد مصلحة طرف بعينه، سواء كان ذلك بالكلام أو بالإشارة أو بالتضييق في الحوار، كما لا يجوز له التعليق أو التصرف بما يسيء لأحد الطرفين أو ينتقص من شأنه أو يتعرض لمقدساته. 13، لا يجوز لأحد المناظرين أن يقاطع الطرف الآخر إلا إذا أخل بشروط المناظرة، فينبغي على مدير المناظرة التنبيه على المخالفة مع تعويض الوقت الذي يستغرق أهد التنبيه. 14، عدم استلام الاتصالات الهاتفية من قبل المشاهدين، بل ينبغي أن يكون اتجاه المناظرة نحو تعزيز حرمة الدم المسلم. 17، تعرض هذه الشروط على المشاهدين الكرام من خلال شاشة قناة صفا لإطلاع الرأي العام عليها. 18، إن إخلال أي طرف بواحد من هذه الشروط يعني اعترافا منه بهزيمته في المناظرة. 19، يعتبر هذا العقد ببنوده 18 ملزما لكلا الطرفين، وأي خروج مثبت عن هذا البنود من قبل أي طرف من طرفي العقد يعتبر العقد لاغيا من تلقاء ذاته، والله المستعان وعليه التكلان. نبدأ المناظرة الكبرى على شاشة قناة صفا وكلمة سواء في عامها الخامس على هذه الشاشة المباركة مع ضيفنا الكريم الدكتور علي الفحم. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاركتم في وضع هذه البنود وموافق عليها؟ نعم. طيب، نبدأ على بركة الله طبقا لما ورد في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. حول موضوع المواضيع وأصل الخلاف بين الشيعة والسنة والذي ترتب عليه الهوة والفجوة الكبيرة بين الطرفين من أهل السنة وأخواننا الشيعة، وهو موضوع الإمامة. دكتور علي، أنتم قلتم بهذا الأصل الذي لا يعترف به المسلمون من أهل السنة والجماعة في العالم، فأنتم الذين ادعيتم الأصل وأصلتم له في مذهبكم ودينكم، فعليكم تقديم الدليل على الإمامة في بداية هذه الحلقات وطوال هذا الشهر الكريم لكي توصلوا رسالتكم إلى السنة والشيعة على السواء. فتفضل لك 3 دقائق دكتور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البداية السلام عليكم أستاذ محمد ورحمة الله وبركاته، عليك وعلى ضيفك الكريم فضيلة الشيخ خالد المصابي ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على السادة الإخوة والأخوات المشاهدين في العالمين العربي والإسلامي. في البداية اتفقنا حقيقة مع إدارة القناة على كلمة قصيرة جدا من 3 أسطر، لو سمحت لي بقراءتها خاصا. ولكن الوقت دكتور علي، يعني عفوا على المقاطعة، بعد أن تقول هذه الكلمة أن تقدم نفسك لجمهور أهل السنة والجماعة، على اعتبار أننا يعني سئلنا كثيرا يعني على حضرتك وفضيلتك، يعني فبعد أن تقول الكلمات الثلاث قدم نفسك لكي يعرفك جمهور أهل السنة، فأنت معروف لدى إخواننا الشيعة فقط يعني. نعم، تفضل. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة بالنص، يعني لقد جئت لمناظرة فضيلة الشيخ خالد الوصابي رغم تحفظي على مدير المناظرة الأستاذ محمد صابر، لأنه دعا لقتل الشيعة الذين يدخلون أرض مصر، وذلك يعني مجيئي للحوار والمناظرة بعد أن أكدت أو بعد تأكيد إدارة القناة أن ما قاله الأستاذ صابر لا يمثل وجهة نظر القناة الرسمية. انتهى الكلمة المختصرة البسيطة إن شاء الله تعالى. نعم، وأتشرف أن هذا رأي الشخص يعني وليس مسؤولية القناة. شكرا، تفضل. نعم. فأما ما طلبت عن تعريفي للسادة الأخوة الكرام من أهل السنة والجماعة في عالمنا العربي الكبير، أنا دكتور علي الفحام من النجف الأشرف، أكاديمي عراقي ولي بحوث ودراسات في العقيدة والتاريخ الإسلامي، لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك. شكرا. هذا يعني الإنسان لا يجوز له أن يتكلم عن نفسه كثيرا يعني. طيب شكرا دكتور علي، نبدأ لك 3 دقائق من الآن، يعني ما مرة يعني الوقت القناة، نبدأ الآن 3 دقائق أن تقدم يعني أدلتك على الإمامة على اعتبار أنكم ادعيتم الأصل وعلى المدعي تقديم الأدلة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أختلف معك حقيقة في طريقة طرح الموضوع.
لسنا نحن من ادعى الأصل. الإمامة والخلافة موضوع موجود عند السنة والشيعة على حد سواء. السنة يعتقدون بالخلافة وبالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والشيعة يعتقدون بالخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلا الطرفين لهما رأي ولهما نظرية وعقيدة في الخلافة والإمامة. طبعا الشيعة لهم عقيدتهم، نظرتهم، وجهتهم، والسنة أيضا لهم تلك العقيدة. فاتفقنا حقيقة، أنا أرسلت رسالة إلى إدارة القناة أن كل طرف يطرح خلاصة في أول حلقة من حلقات هذه المناظرة، يطرح خلاصة عن وجهة نظره وعن عقيدته في الإمامة والخلافة، ثم يطرح الطرف الآخر أيضا خلاصته، ويبدأ كل طرف بطرح أدلته من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تجري المناقشة عليها. فأنا أولا لا أوافقك على مقدمتك من أننا ادعينا شيئا خلاف الأصل. الشيعة لهم عقيدة في الإمامة ولهم أدلة على الإمامة، والسنة لهم نظرية في الخلافة والإمامة ولهم أدلتهم على الخلافة والإمامة، ونحن جئنا هنا لمناقشة هاتين النظريتين، لأن الرأي العام الشيعي يشاهدنا والرأي العام السني أيضا يشاهدنا، وعلى الرأي العام الشيعي والرأي العام السني أن يختار إحدى هاتين النظريتين بعد أن يمحص الأدلة والبراهين التي تطلق في هذه المناظرة. فابتداء هذه الملاحظة لابد من أخذها بنظر الاعتبار، لابد من أخذها بنظر الاعتبار. نعم. طب لك 3 دقائق لتقديم الدليل على إمامتك، تفضل. أنا أولا أعطي الوصف العقدي للإمامة عندنا، ثم بعد ذلك فضيلة الشيخ يعطي الوصف لنظرية الخلافة عنده، تعريفها، آلياتها، ثم يبدأ كل طرف بطرح أدلته. هذا ما اتفقنا عليه، موافق على ذلك؟ يا شيخنا، يعني عفوا، يعني أنا عايز بس ده من وقتك، يعني اقف لك عمر. أنت تقول أننا متفقين على الإمام. طيب هل الإمام لديكم أصل وبنيتم عليها؟ هل لي أنا أتكلم الآن؟ يعني هل الدكتور له نصف دقيقة؟ طيب هو الآن حول الكلام إلينا. هل هذه شروط جديدة يمليها؟ لأني أنا لحد الآن متحفظ على هذه الشروط التي أملاها ولم أتكلم عنها. وموافق عليها، خلاص موافقين يا شيخ. لا، مع تحفظ أنا ذكرته، لأن هذه كلها الشروط هو الذي أملاها. نعم، أنا وافقت عليها مع تحفظات كما ذكرته. هل له شروط جديدة الآن سيمليها علينا؟ خلاف الذي اتفق عليه. خلاف هذه؟ طيب. إذا كان عنده شروط جديدة خبأها إلى الآن، تفضل يطرحها وأضفها إلى عندك. طيب، لا، لديك شروط جديدة دكتور علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ليس عندي أي شروط جديدة. هذا الكلام أرسلت به رسالة واضحة إلى مدير البرامج عندكم، وذكرت أخي هل له عنده هذا غير هذه الموجودة؟ ما أعرف. طيب يا دكتور علي، يعني بس عشان بس أوضح وجهة نظر الشيخ خالد، وجهة نظر الشيخ خالد أنه مباشرة، وحتى لمضاء الوقت، سواء وقت مشاهدي الكرام من السنة والشيعة، وقتك أو وقت الضيف الشيخ خالد، مباشرة أدخل في أدلة الإمامة لديك مباشرة، تفضل. لا، أولا نتفق أستاذ محمد، ما احنا الاتفاق موجود واضح حول الإمامة يا دكتور. هل عنده شيء غير هذا؟ هل عندك شروط غير هذه؟ دكتور علي، أرسلت رسالة. هات يا دكتور علي، هل عندك شروط غير هذه التي هي موجودة؟ هل عندك اتفاق مع القناة لا نعلمه غير هذه الموجودة؟ لا، هو ده الاتفاق. طيب يا دكتور علي، يعني أنت الأول قبل أن تسق الأدلة ستعرف الإمامة شخصيا نفسا، يعني طبيعيا، يعني يعني بالأساس كلامك ومقدمتك أنا موافقا عليها، فكيف تريدني أن أسير معك في كلام ومقدمة لست موافقا عليها؟ ينبغي على كلا الطرفين خلاص أن يطرح كل منهما. طيب خلاص انتهي وقت، أنا أبدأ. انتهى وقتك دكتور علي، انتظر في 3 دقائق القادمة. لك 3 دقائق دكتور خالد، تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حقيقة الدكتور علي أتى بهذه الشروط وقبلناها على علاتها، وهي لصالحه تماما، هو الذي أملاها وخطها بنانه وقلمه، وعرضت علي، قلت لا بأس، وافقوا عليها خوفا أن يهرب الرجل.
لأن هذه الإملاءات كلها شروط الذي يريد أن يهرب من بداية الأمر من طرفه أصلا. طيب جميل. فضل. مع التحفظ أنني أنا وضعت شروطا فحذف بعضها. طبعا عندي تحفظات على هذه الشروط. لا هذه التحفظات نحن في معرض الكلام خلاص اتفقنا وعلينا الشروط. من رأيي أنا أبدي رأيي هذه التحفظات ليست للدفع وإنما للتنبيه فقط. أنا قابل بها على علاتها هذه الشروط. لكن التنبيه الأول في هذه الشروط أنه قال يحترم كل واحد مقدسات الثاني. يعني أن وجود عندنا مقدسات غير المقدسات اللي عنده. مع أن مسلمون ينبغي أن يكون المقدسات واحدة. هذا الأمر الأول. أيضا قال يعني القرآن الكريم أنا وضعت شرطا في القرآن الكريم وهو أن يكون الدليل محكما غير مجمل. فإذا كان متشابها أو مجمل يكون لا يرتد به في الأصول. نرجع إلى السنة. إذا كان يحتاج إلى دليل من غيره حذف هذا الشرط مش مشكلة يلا. أيضا يقول أن يكون السنة النبوية متفق على صحتها بين الطرفين. فهمت الآن؟ وأنا أخشى أن يأتي بتصحيح واحد من علماء السنة مع تضعيف الجمهور لها فيقول قد صح واحد. لابد أن يكون متفق على صحته بين الجمهور. أيضا طرحت السؤال له في الشروط هل هو إخباري أو أصولي حذف هذا لكن مش مشكلة. أيضا طب نسأله برضه. خلص مش وقت الآن نسأله. لكن أنا أبدأ الآن بسؤال وهو موضوع الإمامة. جميل جدا موضوع الإمامة. نحن نقول الصحابة رضي الله عنهم نصبوا أبا بكر خليفة. يعني عندنا نحن أهل السنة والجماعة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبوا أبا بكر خليفة. هم يدعون أنه اغتصب حق غيره. الآن مسألة هل في نص في الإمامة؟ إذا كان في نص فأبو بكر مغتصب. إذا ما كان في نص أبو بكر لم يغتصب حقا. يبقى هذا فعل المسلمين. جيد. الآن السؤال هو الإمامة عندهم لابد أن تكون بنص من قبل الله عز وجل. لابد أن تكون بنص ولهذا يصبح الصحابة وأبو بكر مغتصب الخلافة. يعرفني الآن ندخل في الموضوع حتى لا نطيل. الآن نطلب منه تعريف الإمامة عنده. يعرفها وأنا سأعرف الإمامة عندنا. في تفضل الدكتور ثم قل من الطرفين خلص قبل أبناء الإمامة. طيب يتفضل الدكتور يعرف لنا الإمامة عنده. طيب. وأنا سأعرف الإمامة لأني الآن لم أدخل في التعريف. طيب. فيطلب لنا تعريف الإمامة عند الشيعة. طيب شكرا انتهى وقتك بقى إلى 5 ثواني. دكتور علي نبدأ إن شاء الله المناظرة بعيدا عن الجدليات العقيمة ونقول تعريف الإمامة لدى الشيعة. تفضل. طبعا وهذا ايضا يستلزم ان فضيلة الشيخ كما ذكر انه يعرف الإمامة عندهم ايضا. نعم حتى يكون موافق الشيخ. موافق الشيخ. موافق شعلي تفضل. حول هاتين النظريتين طبعا لن ادخل في تفاصيل الكلام الذي ذكره فضيلة الشيخ لانه ربما ياخذ وقتا. لا اوافقه فيما طرحه فيما تكلم فيه حول الشروط ولكن حتى لا ناخذ وقتا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمامة لغة هي الاقتداء فالإمام هو الذي يقتدي به الناس. الخلافة أيضا هي النيابة عن الغير يعني الخليفة هو الذي يقوم مقام غيره. نحن شيعة أهل البيت سلام الله عليه نعتقد أن الخلافة أن الإمامة هي خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرجعيتي التشريعية والسياسية. أما التشريعية فهي تبليغ أحكام الشريعة للناس بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس بوحي مباشر من قبل الله تعالى لأننا نعتقد أن الوحي وحي النبوة قد انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا على المستوى التشريعي. الجانب الآخر من ولاية الإمام هي الولاية السياسية أو ما نسميه بالمرجعية السياسية التي كانت لرسول الله والتي تشمل ولاية أمور المسلمين والإشراف على تنفيذ أحكام الشريعة المقدسة تنفيذا دقيقا صحيحا ليس فيه خطأ أو شبهة أو شك. هذا في التوصيف العام. أما ما هي الأدلة ما هي القرائن ما هي الأدلة العقلية من القرآن الكريم من السنة النبوية الشريفة هذا أيضا يحتاج الكلام إلى تفصيل. طيب دكتور يعني دكتور يعني إذن هذا التعريف لغة واصطلاحا يعرف الإمامة عنده حتى نعم هيعرف بس لك الوقت. يعني أنت عرفت الإمامة لغة وشرعا كما قلت يعني إذن يعني الإمامة الشيخ كان سأل سؤال هي لابد أن تكون بنص لديكم هذا الذي يقول فيه. يعني أنت لم تذكر أن الإمامة لابد أن تكون بنص في تعريفك. صحيح هذا في يعني في الإمامة ليست بنص في الاختيار. نعم في الاختيار يعني مو هي 3 دقائق مو كافية إذا تعطيني 5 دقائق إضافية أنا أشرح.
يعني لك دقيقة لسه اتفضل. يعني يا الإمامة بنص ولا بدون نص؟ العقد لا يخالف ثلاث دقائق. ما خلص يعني هي بنص ولا بدون نص يا دكتور علي؟ نعم تفضل. طبعا نحن نعتقد أكيد أن الإمامة عندنا هي بنص من الله سبحانه وتعالى باختيار من الله سبحانه وتعالى. يعني الذي له صلاحية اختيار الإمام الذي له صلاحية اختيار الإمام هو الله سبحانه وتعالى. الذي له صلاحية أن يصطفي الإمام هو الله سبحانه وتعالى. هذا بشكل واضح جدا بشكل لا شبهة فيه. شكرا. في دقيقتين ونص أو دقيقتين 23 ثانية لك، دقيقتين وعشرين ثانية. شكرا دكتور علي، عرف الإمام لدى السنة. طيب الشيخ علي الدكتور علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أعرف الإمام عند السنة لابد أن أبين نقض هذا التعريف الذي عرفه، لأنه لا يستقيم هذا التعريف الذي عرفه لا لغة ولا اصطلاحا ولا شرعا ولا عرفا. هو عرف التعريف الإمامة بغير ما عرفها علماء الشيعة. أنا أريد أن يذكر لي عالما من علماء الشيعة عرف الإمام بهذا التعريف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، على أنه قال على أن الإمامة هي الولاية السياسية والتعليمية، هذا منقوض من وجهين. إن عرف الإمامة بأنها الإمامة التعليمية فالإمام مالك كان يعلم الناس ولا يحتاج إلى نص من الله عز وجل. والإمام الشافعي كان يعلم الناس ولا يحتاج إلى نص من قبل الله عز وجل. وأبو بكر وعمر كان يعلمان الناس ولا يحتاجان إلى نص. فالإمامة التعليم والتفهيم الذي ليست متعلقة بالوحي، يعني أنه يوحى إليه، هؤلاء علماء، بمعنى أنه أخذ العلم من أساتذته ومدرسيه ومعلميه فعلمه الناس ورزقه الله الفهم والعلم على قدر فهمه واجتهاده. فهل هذا يحتاج إلى نص أن يعلم الناس العلم؟ أن الله ينص على أن فلان معلم؟ قال يعلمه علماء بنو إسرائيل. فهؤلاء العلماء بني إسرائيل، هؤلاء نحتاج إلى نص لكونهم علماء؟ قال الله لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمن، وصفهم الله بالرسخ في العلم ولا يحتاج إلى نص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال والإمامة السياسية. إذن نقول الأخ علي، دكتور علي، نعم الدكتور علي، قد أبطلت إمامة أئمتك من الحسين وعلي بن الحسين فما بعده. ليه بقى؟ لأنهم لا يتولوا الأمور السياسية، إذن لا يسمون أئمة. لانه لا يسمى اماما على اعتبار انه قال الامامه شرعا وسياسه. اي يعني هل من لم يتولى السياسه والحكم يسمى اماما او لا يسمى اماما؟ اذا نحتاج الى الدليل على انه يسمى اماما. اذا في الشرع هذا نقضه من حيث التعريف، ما اتى بتعريف علمي عند العلماء عندنا. يعني انت شايف ان التعريف غير صحيح، غير مفهوم، غير صحيح. غير صحيح. هذا لغة. أما شرعا فالله عز وجل نص على أنه لا يسمى الإنسان إماما إلا إذا باشر الحكم. قال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. فبين الله أن لهم حالتين. حالة الأولى حالة الاستضعاف، ليسوا أئمة. طيب خلص أنت وقتك انتهى. وبعد الاستضعاف هم أئمة. دكتور علي لك ثلاث دقائق. الشيخ خالد بيقول أن هذا التعريف فيه متناقضات، أليس كذلك؟ بلى. طيب أرجو أن تعرف الإمامة صراحة حتى نصيغ وراءك التعريف الصحيح ليصل إلى جمهور المشاهدين من السنة والشيعة، ليستطيع الشيخ أن يعني يقول أو يرد طبقا لما سأكتبه أنا. تفضل. جيد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ما قلت التعليمية، قلت التشريعية. لم أقل التعليمية، قلت الولاية المرجعية التشريعية. باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مرجعيتان، المرجعية التشريعية والمرجعية السياسية. اختلاف بين رسول الله وبين خليفة رسول الله أن رسول الله يوحى إليه، ولكن الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن دين الإسلام لم ينتهي. دين الإسلام يحتاج إلى تشريع ومسائل في الحلال والحرام. فالذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان للخليفة من بعده. لم أقل تعليمية، قلت التشريعية. طيب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يقول أنه إذا لم يستلم الإمام السلطة السياسية فهو ليس بإمام. لا حبيبي، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مرجعية سياسية أم لم تكن؟ كانت له ولاية سياسية أم لم تكن؟ كانت له ولاية سياسية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولكن في مكة المكرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حاكما، لم يستلم زمام الأمور. فالحكم أمر، حكم الناس يمكن أن يسلب من النبي من الإمام،
ولكن هذا لا يضر بنبوته ولا برسالته ولا بإمامته. فما أورده فضيلة الشيخ أمر حقيقة لا يصمد أمام النقاش والدليل. التعريف الذي ذكرته هو وإن كان هو بصياغتي، ولكن معنى هذا التعريف موجود في تعريف العلامة الحلي على ما أتذكر، أنه عرفها أنها رئاسة الدين والدنيا اللي هي المرجعية التشريعية، المرجعية السياسية. فما ذكرته من حقيقة هو ما نعتقد به، وفضيلة الشيخ لم يفهم بشكل أو بآخر ما أعنيه من المرجعية التشريعية. ونقضه على قضية الإمامة نقض واه جدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة لم يكن حاكما، ومع ذلك كان نبيا، كان رسولا. ما أعرف الوقت انتهى أو لا؟ لا لا، معك دقيقة إلا ربع، تفضل. نعم. فهذا ما نعتقد به. طبعا ما ذكره من الكلام عن مالك وعن الصحابة ينقلون الأحكام إلى الناس، نحن نتكلم عن مرجعية تشريعية. ما معنى المرجعية التشريعية؟ المرجعية يرجع إليها عند الخلاف، ومرجعية رسول الله كانت مرجعية معصومة لا خلاف فيها. رسول الله لا يصدر أحكاما فيها خلاف للناس. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في مرجعية معصومة هادية للناس. فينبغي على هذه الرسالة التي تستمر إلى قيام يوم الدين أن تستمر بنفس السنة. شكرا، وقت انتهى دكتور علي. شكرا دكتور علي. طبعا الأدلة كثيرة على ذلك. نعم، شكرا دكتور علي. ويعني مشاهدي الكرام، يعني المسألة ليست مناظرة، يعني ويعني سجال ومن منتصر ومن مهزوم وغير ذلك. هذه المناظرة ينتظرها الناس كل عام في رمضان من السنة والشيعة على السواء. هذه المناظرة لأهميتها هذا العام لما يسال من دماء الأمة الآن مهمة غاية الأهمية. فيعني أرجو من ضيفي الكريمين علمية الطرح، يعني وأيضا توثيق ما يطرحون، وعدم يعني الاحتداد على الآخر، وتسير مناظرة علمية كما ينبغي، لأن الأمة الآن تحتاج إلى هذه المناظرة حتى يعلم الشيعي والسني أين يقف. شيخ، لك 3 دقائق، تفضل. أولا هو يقول المرجعية التشريعية، ففهمت أنا، وهو اتهمني أني لم أفهم، لكني تعمدت أن أفهم هذا إحسانا بالظن به، حتى لا أوظفه تحت دائرة الذين يقول أنهم مشرعون يحللون ويحرمون. لكنه أكد لي أنه ذاهب هذا المقطع، أكد لي أنه ذاهب إلى المذهب الآخر. كنت أظنه من المعتدلين وليس من الغلاة، لكنه أكد لي الآن أنهم مشرعون وأنهم عندهم تشريع. فالآن التشريع هذا هل هم مبتدئون به من عند أنفسهم؟ إذن هم محللون ومحرمون. فهل هم لهم سلطة التحليل والتحريم؟ ومن أين استفادوها؟ هل بوحي من الله أم بدون وحي؟ فإن كان بوحي من الله فهم في درجة الأنبياء، وإن كان بغير وحي فهم أعلى من الأنبياء. ليش أعلى من الأنبياء؟ لأن الأنبياء لا يشرعون إلا بوحي. نعم. وأما هؤلاء فشرعوا بغير وحي بعد انقطاع الوحي. إيه نعم، أعلى من الأنبياء بدرجات. ويقول أن الله جعل لهم سلطة المرجعية. أين الدليل على أن المرجعية التشريعية؟ لا، ليست المرجعة الفتوى. فمرجعية الفتوى حاصلة حتى للعلماء، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرنا الله أن في الأمور الفقهية وليس في الأصول، وسألزمه برواية عندهم، وهو أن الإمام المهدي أخرج لهم رواية فقال: وأما الحوادث الكائنة بعده فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. فرواة الحديث والولي الفقيه هل هو مرجع أم لا؟ السيستاني مرجع، هل هو معصوم وإمام؟ يعني يشرع؟ لأنه جعل أن الولي الفقيه مرجع، أي يرجع الناس إليه. فهل هو يدخل تحت دائرة الإمامة عندهم لأنه مرجع؟ أما قوله أننا قلت على أن الإمام لا يسمى إمام لأنه لم يكن حاكما فنقضها في النبي، لا، أصلا هو لم يفرق بين الإمامة والنبوة. فإمامة النبي إمامة دينية بسلطة من الله عز وجل، لكنه عرفها بأنها رئاسة. طيب الآن لما تتكلم عن إمامة رئاسة في الدين والدنيا، النبي حتى لو لم يحكم فسلطته من فوق إلهية
وليست رئاسة من 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 الناس يسمعون. هنا رد عليك. افترض أن نبيا من الأنبياء لم يسمعه أحد، هل لم يكن نبيا؟ هو نبي. نبينا. هو نبي. وفي أنبياء لم سواء حكم أو لم يحكم. قال الله عز وجل: قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فهذا النبي لم يكن له سلطة التشريع ومع ذلك هو نبي. هو نبي سواء حكم أو لم يحكم، بخلاف الإمامة التي نتكلم عنها لأنه عرفها بقوله رئاسة، وهو الرط نفسه. أنا كنت أود أن يحكم التعريف حتى لا يصير. لا، الآن أريد أن أعيد صياغة التعريف من جديد. شكرا. حتى نستطيع نعرف ما هو الذي يدخل في التعريف وما الذي يدخل. طيب تفضل دكتور علي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أولاً طب أستأذنك يا دكتور علي. يا دكتور علي عفوا مقاطعة، هناخد فاصل بعد إذنك يا دكتور ونعاود اللقاء بحضرتك، لك 3 دقائق بعد الفاصل. شكرا. فاصل مشاهدي الكرام، أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأولى حلقات كلمة سواء في شهر رمضان المبارك عام 1434 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأجدد لضيفي الكريمين فضل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والأديان وفي الدين الشيعي، نرحب بك دكتور. حياك الله أخي محمد. أيضا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور علي الفحام، أستاذ العقائد من النجف الأشرف، مرحب بك دكتور علي. اهلا وسهلا بك، حياكم الله. حياكم الله. لك 3 دقائق للتعليق على كلام شيخ خالد. نعم طبعا. فضيلة الشيخ، انا طلبت منه تعريف الامامة والخلافة عنده فلم يأتي بتعريف، يعني تعريف علمي للامامة والخلافة. قال الصحابة نصبوا ابا بكر خليفة، هذا تعريف؟ هل هذا تعريف علمي؟ الصحابة نصبوا ابا بكر خليفة؟ هذا ليس تعريفا. لا، هو لم يأتي على التعريف بعد دكتور علي. دكتور علي هو لم يأتي على التعريف، سوف يعرفك، يعرف الإمامة كاملة عند السنة، لكن هو فقط بيفهم منك تعريف الإمامة حتى تكون أصلا للانطلاق بعد ذلك للأدلة. هذا ما فهمته من الشيخ مشكلة؟ أكيد. تفضل أستاذ محمد. أنت ملزم بالعقد ألا تقاطع. هي ليست مقاطعة إنما توضيح يا دكتور، توضيح. تفضل. لا حتى توضيح. لا تقاطع. تفضل. طلبت فضيلة الشيخ، طلبته من فضيلة الشيخ تعريف الخلافة والإمامة عندهم. فقال نصبوا أبا بكر خليفة، الصحابة نصبوا أبا بكر خليفة، هذا ليس تعريف. نريد تعريفا واضحا. أنتم تريدون أن تخاطبوا الجمهور الشيعي مثلا، عرفوا الإمامة والخلافة عندكم للجمهور الشيعي وآلية اختيار الخليفة. أنا ذكرت وعرفت وقلت آلية اختيار بيد الله تعالى وآلية اختيار الخليفة عندكم، ثم بعد ذلك سيطرح كل طرف دليله. طبعا ما ذكره حول المرجعية التشريعية أنهم يحللون ويحرمون، لا يا سيد الكريم، لا يا سيد الكريم، لم تفهم. طبعا لم تفهم، هذا ليس تجاوزا. لا تفضل شيخ الجليل. عندما أقول لم تفهم ليس تجاوزا، الإنسان قد يعني الفكرة لم تصل له بشكل جيد. لم تفهم ما أريد من التشريع. قلت أنه ليس بوحي من الله تعالى وليس بتشريع جديد من الله تعالى، وإنما الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. الله تعالى أكمل هذا الدين، وهذا الدين لا يكون ناقصا، لا تكون أحكامه ناقصة، لا يكون رأيه في العقائد والأحكام إلى قيام يوم الدين ناقصا. فأهل البيت أو بالأحرى الخليفة الذي يأتي بعد رسول الله أخذ من رسول الله أحكام التشريع، وهو ملزم أن ينقلها إلى الناس بأمانة وإخلاص، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما من غير اختلاف، من غير خطأ، من غير تغير في الفتوى من يوم إلى آخر، من شخص إلى آخر. هذا هو ما نقصده، أن تبقى الأمانة التي كانت في عنق رسول الله. رسول الله عندما كان يعطي الأحكام لم يكن يخطئ في إعطاء الأحكام، لم يكن تختلف عليه أحكام. كذلك أهل البيت سلام الله عليهم، أو لنقل الخليفة بغض النظر عن المصادق، لنقل الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا أن سلب المرجعية التشريعية من النبي أو من الرسول بالأحرى، من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يخلف رسول الله، لا يعني أن رسالته باطلة ولا إمامته أو خلافته باطلة. رسول الله كان له مرجعيتان، هذا باتفاق المسلمين. لا أحد ينكر أن الله أعطى لرسوله مرجعية الحكم، مرجعية السياسة، مرجعية الولاية، وهذه المرجعية كانت مسلوبة عنه في مكة المكرمة، مع ذلك كان رسولا. الخليفة الذي يخلف رسول الله في هاتين المرجعيتين قد تسلب منه المرجعية السياسية والولاية كما سلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني
فترة محددة من الزمان. نعم. وهذا لا يضر. شكرا دكتور علي. شكرا. أو خلافه الحمد لله رب. طيب هنا بيقول لك إن المرجعية التشريعية يعني مش فهمته أنا فهمته أنه يقول أن الأئمة هم أمناء على الوحي أو التشريع فناقل له. لكن أنا ما أدري سمى الناقل للشرع مشرع. طبعا أنا لو نقلت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أسمى مشرعا وبذلك يسمى إماما. أبو هريرة نقل أحاديث، عائشة نقلت أحاديث، أبو بكر نقل أحاديث. أنا ما أدري من أين سمى الناقل مشرعا. نعم. الصحابة الذين نقلوا ابن عباس نقل يعني يسمى مثلا ايه فقيه عالم يسمى ايه ما يسمى هذا ناقل يعني. ناقل ناقل للعلم الشرعي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعه. هذا لا يسمى لا مشرع لا لغة ولا اصطلاحا بأي قاموس. انا يعني الدكتور اكاديمي يعني لعله درس اللغة العربية. بأي قاموس أن الذي ينقل الشرع يسمى مشرعا؟ يعني ناقل العلم ليس مشرعا. ليس مشرعا. التشريع للنبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالنبي يحلل ويحرم. هل هؤلاء الأئمة يحللون ويحرمون؟ فإذا كانوا يحللون ويحرمون بناء على أحاديث نقلوها عن النبي عليه الصلاة والسلام فأنا وأنت نحلل ونحرم يعني. لأننا نقلنا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن هو لم يتقن التعريف. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مسلوبة عنه الولاية السياسية. نعم. من قال هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني اتباع الناس له وحكمه متضمن لنبوته. يعني النبوة متضمنة للحكم. يعني ليست شيئا منفصل عنها. بمعنى أن النبي لو تمكن هو نبي وحاكم فالحاكم. لكن في بعض الأحيان قد يعطي كما قال الله سبحانه وتعالى قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فكان هذا النبي وكان ذلك حاكما. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يجب على الناس أن يتبعوه. فإذا لم يتبعه الناس لا يقال أنه ليس نبيا وليس رسولا. الآن نقاشنا في الإمامة بعد رسول الله. وأنا أتعجب من الشيعة يحرمون القياس في الفروع لكنهم يقيسون في أصل الدين فيقيسون الإمام على النبي. يعني تحريم القياس في الفروع وقياس في أصل أصول الدين الذي هو الإمام. ألا أنا أريد الآن طيب من الآن لطلباتك بس عشان أحدد الدكتور علي عشان الآن يعرف تعريفا علميا للإمامة حتى ننتقل إلي فأعرف. هذا التعريف منقوض مرفوض ليس صحيحا لأنه سيعتريه عدة إشكالات. أنا أريد أن يعرف للإمامة التي يعتقد بها الشيعة. طيب تفضل دكتور علي تعريفا علميا للإمامة. طبعا نعم قضية الشيخ لحد الآن لم يأتي تعريف لأهل السنة والجماعة للخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طلبت منه التعريف فقال الصحابة نصب أبا بكر. هذا التعريف الذي جاء. يا دكتور قلت لك أنني سأتي به. لحظة ما دام أنك أنت لحظة هذا الوقت بتوقف يا دكتور علي لما احنا بنتكلم أنا من الداخل بعد أن تأتي أنت بتعريف أنت ما أتيت بتعريف الآن. طيب أنت اعطني تعريفا علميا عشان أوصله فكرته. يا دكتور علي الوقت بتوقف إذا ما تدخل. محمد صابر أستاذي العزيز هذه آخر مرة. لا تريد أن تهرب. أنا أعرف أنه يريد أن يهرب. لا تكلم يا دكتور علي. يا دكتور علي شوف يا دكتور علي هو يؤسس للهروب. لحظه انا اعرف ارجوك يا ايها الاخوه المشاهدون الكرام لحظه. انا قلت له اذا عرف تعريفا علميا انا اجيبه. فكل مره يكرر انت لم تعرف حتى اعرف هو يهرب. انت الان تريد ان تؤسس للهروب. لا تؤسس للهروب. المشاهد الكريم يعرف انك تريد ان تهرب. انا ساسكت لكن بشرط لا يكرر المطالبه بالتعريف قبل ان يحكم تعريفه. طيب يا دكتور علي لما نتدخل معاك يا أيها الذين آمنوا الصوت معي الكلام معي الكلام معك بس عرف الإمامة. والشيخ خالد ليس متراخيا في تعريف الإمامة لدى أهل السنة. قال نوضح تعريفك أولا ثم ندخل في تعريف الشيخ خالد لكي ترد أنت على هذا التعريف. فعرف آخر مرة من فضلك يا أخوان. لك اسمعني بس آخر مرة لك الوقت لكي تعرف تعريفا أكتب وراءك حتى يكون تعريفا ملزما لك على مدار الحلقات. اتفضل عرف الإمامة لأكتب وراءك. اتفضل
اسمح لي. تفضل. انتم مسلمون والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا العقود. العقد يقول لا يجوز المقاطعه لا الطرف لا المناظر ولا المدير المناظر الا في حاله واحده. في حاله انا خرقت هذه الشروط. ويجب عليك ان تنبهني للخرق، قول خرقت مثلا الخرق الثاني عشر، البند الثالث، البند الرابع. هذه اخر مره. تعرف يا اخي العزيز ماذا تعني المقاطعه؟ تعني المقاطعه انك خرقت الاتفاق. اتفاقي احنا عايزين نفهم يا دكتور علي. يا اخ علي، يا اخ الدكتور علي، احنا عايزين نفهم يا دكتور. يعني انت انت غير مفهوم للتعريف، فبالتالي الشيخ خالد مش فاهم عشان يرد عليك. يبقى نعمل زي الطرشان، حوار طرشان يعني يا دكتور ولا ايه؟ بلك بلا اتفاق بلا بتاع. يعني انا بس بقول لك انت غير مفهوم في التعريف. ماذا تريد منا؟ انا بقول لك من فضلك عرف الامامه عندك لشيعتك واكتب وراءك لتكون ملزمه لك، عشان بعد كده ما تنكرش هذا التعريف. حبيبي تفضل حضرتك. العقد تفضل حضرتك يلزمك. تفضل حضرتك عرف الامامه. يلا انا اكتب خلفك. دقيقه خل اتكلم. اكتب خلفك يا دكتور، اكتب خلفك يا دكتور. تفضل مولانا العزيز. نقطة البحث ليست في العقد يا دكتور، نقطة البحث في كيف نفهم الناس. انت قلت تعريفا للامامه، الضيف المناظر مش فاهم التعريف. دقيقه خل نفهم الناس العقد. انت قرات العقد، أنت قرأت العقد. لا يجوز لك، أكرر الكلام، لا يجوز لك أن تقاطع لا أنا ولا فضيلة الشيخ بأي مستوى من المقاطعات إلا في حالة واحدة فقط. اللي هي نص موجود. إيه بقى الحالة دي؟ مش فاهمين، يبقى انقطع ولا ما انقطعش؟ إحنا في مدرسة ولا في مناظرة علمية يا دكتور؟ يا دكتور احنا في مدرسة الروضة والاطفال ولا في مناظرة علمية؟ احنا في مناظرة علمية يا دكتور. الضيف المناظر يقول لك انا غير فاهم لتعريفك للامامة عند الشيعة، فكيف نبني المناظرة وهو غير فاهم؟ يا دكتور كيف نبني المناظرة وبدايتها غير مفهوم لضيفي الكريم؟ والعقد هنا يقول، العقد هنا يقول ان المذيع له الحق في ان ينقل السؤال للطرف الاخر كما فهمه من الطرف الاول. حضرتك اهي. ايه ولكن لا يقطع. لا 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 بص، عشان بس ايه ما تقوليش العقد وماذا يقول. انا قارئ العقد جيدا يا دكتور. ادي موضوع المناظره اهو، عشان بس نبقى مع بعض. التنبيه على مخالفات شروط المناظره من قبل المتناقل اسئله احد الطرفين الاخر في حال عدم سماعها جيدا او عدم فهمها. بص حضرتك رقم 3 اهو في 9 مدير مناظرة، نقل أسئلة أحد الطرفين، الزميل المصور اللي ورا يجيبها، للآخر في حال عدم سماعها جيدا أو عدم فهمها. فحضرتك الدكتور الشيخ خالد الأصابي غير فاهم لتعريفك للإمامة، فكل تدخلاتي هذه، اسمعني يا دكتور علي بس عشان بس ننهي القضية، فكل تدخلاتي السابقة كانت بالطلب واحد، وهو أن تقوم بتعريف الإمامة لكي أسجل وراءك لأنقل للطرف الآخر لنفض الإشكالية. تفضل يا دكتور علي عرف الإمامة. تفضل. دقيقة اسمح لي. اسمعك يا اخي. كلامك غير صح. كلامك غير صح. تفضل. العقد صحيح قال انه مدير المناظرة يمكن ان يوجه الاسئلة في حال عدم فهمها او عدم سماعها. تمام. ولكن هذا مش وقت، مو اثناء المقاطعة، لا يجوز مقاطعة. مو اثناء كلامي. لا يجوز المقاطعة. طيب خلاص. توجه الاسئلة اثناء في الفترة المتضمنة ما بين المداخلتين. اما اثناء مداخلتي لا يجوز لك مطلقا ان تقاطع، ولا يجوز لفضيله الشيخ، ولا يجوز لي ان اقاطع. طيب شكرا شكرا لك دكتور علي. اتفضل حضرتك عرف الامامه لاكتب خلفك لكي اوصل ما قلته للدكتور الشيخ خالد الوصال. اتفضل. رجاء هذا العقد هذا عقد المسلمين يجب الالتزام به. اتفضل. يجب الالتزام به. عدم الالتزام معناه هو كل سنه واحد شيعي يجي لنا يمسك في حته. اتفضل يا دكتور. عايزين تعريف الامامه كما وردت عندك في كتبك وكما فهم اخواننا الشيعة لكي اسجل خلفك. تفضل. جيد. طبعا انا الكلام الذي ذكرته حول الامامه وتعريف الامامه كان كلاما واضحا، ان الامامه هي خلافه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مرجعيات رسول الله، في صلاحيات رسول الله، في مرجعيات التشريعيه والسياسيه. تفضل. في ولايات رسول الله. رسول الله كان له مرجعيه تشريعيه، معنى انه يتلقى احكام الوحي وينقلها للناس. الوحي انقطع بعد رسول الله.
هذه المرجعية أحكام يجب أن تنقل إلى الناس. من الذي ينقلها بأمانة دون خطأ؟ الذي ينقلها هو الذي يخلف رسول الله، هو الذي يقوم مقام رسول الله. هذا هو المعنى. نعم. هسا أنا لم أقل مشرع، كلمة مشرع لم أقلها، ما أتذكر أنا قلت كلمة مشرع، بس قلت هي مرجعية تشريعية باعتبارها تنقل الأحكام بشكل معصوم عن الخطأ والزلل إلى الناس. لأن الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، الحكم لله لا حكم للناس. فالحكم يجب أن ينطلق من فم رسول الله إلى الناس دون خطأ أو دون تدخل الناس. المرجعية السياسية واضحة، ولاية أمور المسلمين، هذا أمر واضح جدا. هذا في التعريف، يعني هذا التعريف، يعني الألفاظ ربما، التعابير ربما قد تختلف، لكن المعنى والمفهوم هذا معنى ومفهوم متفق عليه. لا خلاف عندنا في هذا الأساس. طيب تمام. لا خلاف عندنا في هذا الحق، وهي بنص من الله وباختيار من الله كما ذكرت يا دكتور. اختيار، نعم، الذي يختار بنص من الله وباختيار من الله، هكذا أنا سجلت في التعريف الأول. نعم، شكرا لك دكتور علي. يعني شيخ خالد، عايزينك تعرف الإمامة عند أهل السنة، تفضل. لن أعرف الإمامة عند السنة حتى يعرف لي هو الإمامة عند الشيعة تعريفا أبني عليه الملاحظات، لأني كيف أتركه؟ طب ما هو قال لك لا لا لا، ليس تعريفا صحيحا، هذا تعريف فيه خلل كبير. أولا يقول الآن أعطى أن النبي مجرد ناقل. هل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ناقل للوحي عن الله ليس له صلاحية التشريع؟ هو سلب التشريع عن النبي وأعطاه الأئمة. النبي عليه الصلاة والسلام بنص كلام الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. النبي يحلل ويحرم، فهل الإمام كذلك لأنه قال خلافة رسول الله في مرجعية رسول الله؟ في مرجعية رسول الله، يعني ما كان للنبي من الصلاحيات أعطاها للإمام، وقال في نقل الشرع. الآن فاطمة تنقل الشرع أو لا تنقل الشرع؟ تنقل الشرع، إذن هي إمام. وهي عندهم معصومة تنقل الشرع بلا خطأ ولا نسيان. تمام. إذن هل فاطمة إمام؟ ليست إمام. إذن جميل، إذن يعطيني تعريف أستطيع أبني عليه. طيب. لأني أنا أعده. ما فهمتم دكتور بعد إذنك. لا تقاطعني أنا، سأعمل فوضى مثله. طيب. أنت كيف تحك لك تقاطعني وأنا ما عملت فوضى؟ أنا فاهم الناس. لا لحظة. أنا سأعمل فوضى مثله. طيب. لأنه الأخ يريد أن يهرب. أنا متأكد وأنا أقول للمشاهد الكرام لكن أنا أحسن الظن أنه لن يستمر معنا في المناظرة. لا لا سيستمر. أنا شوف أنا سأبشر الأخوة المشاهد الكرام لأنه من أول يوم يقول هذه آخر مرة سيهرب. لكن أنا ما قلت. طيب أنا بس أنت تقاطعني، ما قلت سأهرب آخر مرة. ما الوقت بيقف لما بقطعك. طيب الآن هل فاطمة إمام؟ وهل نقل الأحاديث مقتصر على الأئمة؟ يعني الصحابة بن عباس ما ينقل أحاديث؟ يعني الآن أنا أريد أعرف الآن الإمام عصم لماذا؟ ليش إمام؟ لينقل الأحاديث فقط؟ لينقل الدين فقط؟ طيب. الآن هذا الآن أنا عايز أفكرك بس بتعريفه يا دكتور شيخ خالد. إيش قال هو؟ هو قال الإمامة شرعا هي خلافة رسول الله في مرجعياته التشريعية والسياسية. يعني ما أعطي النبي من الصلاحيات يعطى للإمام؟ ماليش دعوة أنا بس أفكرك. وهي بنص من الله باختيار من الله. الآن ما جاء الآن موضوع النص. هو ذكر هذا. طيب جميل. يعطيني تعريف الإمامة عند علماء الشيعة. الآن نقلته بوجهين. الوجه الأول أن فاطمة تنقل الأحاديث وهي معصومة لا تخطئ، فهل هي إمام؟ طيب ده سؤال وجه لي. هل النبي منزوع صلاحية التشريع ليس له تشريع؟ لأنه أعطى أول حصر النبي في النقل ثم أعطى هذه الصلاحية للإمام. أنا أريد يوضح لي الآن تعريف الإمامة. يتفضل يخذ من وقتي. طيب دكتور علي، يعني الشيخ خالد بيقول هل فاطمة إمام طبقا لتعريفك كما فهم الشيخ خالد، ويقول أيضا وهل نقل الأحاديث مقتصر على الأئمة فقط؟ يعني ابن عباس مثلا لا يستطيع أن ينقل الأحاديث؟ تفضل. أولا اطمئن فضيلة الشيخ العزيز، إذا التزمنا جميعا بهذه الشروط اطمئن سأبقى معكم إلى عيد الفطر المبارك إن شاء الله، وإن بقيت عندنا الحياة. تشرفنا يا شيخ. اطمئن سماحة الشيخ. جزاكم الله خير الجزاء. ولكن المسلمون عند شروطهم هذا العقد ينبغي الالتزام به. العقد يقول إذا أنا خالفت، يعني مثلا إذا أنا خالفت الشرط أنا سأعتبر مهزوما في المناظرة، العقد سيلغى. هذا العقد يقول هكذا، لست أنا من أقول. إذا علي الفحام خالف الشروط، لا سمح الله تجاوز على فضيلة الشيخ، لا سمح الله فضيلة الشيخ نجله،
لكن لا سمح الله اذا خالف الشرط اولا يعتبر مهدوما، ثانيا يعتبر العقد لاغي. لم اتي بشيء من عندي. جواب سؤالك فضيله الشيخ، تقول فاطمه الزهراء سلام الله عليها معصومه تبلغ الاحكام. قلنا ان الامامه له مرجعيتان، المرجعيه التشريعيه والمرجعيه السياسيه. هذه الصلاحيات الموكل للامام، هذه الصلاحيات الموكل للامام. عندما تجتمع هذه الصلاحيات يكون هذا اماما. الزهراء سلام الله عليها نعم معصومه ولكنها لا تمتلك المرجعيه التشريعيه. هذا هو جواب سؤالك. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل الاحاديث. دكتور علي، وهل نقل الاحاديث مقتصر على الائمه فقط؟ هل نقل الاحاديث مقتصر على الائمه فقط؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني هل نقل الاحاديث مقتصر؟ طبعا انا ساتي في لا تقاطع استاذ محمد رجاء. انا اذكرك بالسؤال يا دكتور، اذكرك بالسؤال تفضل. حتى بعد تذكرني بعد اثناء في كلامك في دورك ذكرني. قال انه النبي صلى الله عليه واله وسلم منزوع الصلاحيات. من قال؟ نحن نعتقد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. حتى اذا فرضنا ان رسول الله يحل او يحرم، هل يحل او يحرم باذن الله بتفويض من الله تعالى ام بدون تفويض؟ هذا هو السؤال. اما نقل الاحاديث، نقل الاحاديث نحن بشكل واضح وصريح نعتقد ان الله تعالى خلق هذا الكون في احسن تقويم، خلق هذا الكون في احسن نظام. المرجعية التشريعية لرسول الله كانت مرجعية لا خلاف فيها. عندما يتكلم رسول الله بكلام أو حكم أو أمر، هذا الكلام ليس فيه خطأ، ليس فيه اشتباه، لا ينقل المنسوخ ويترك الناسخ، هذا هو رسول الله. السنة والحكمة لله تعالى باقية إلى قيام يوم الدين. فالإمام خليفة رسول الله، يخلف رسول الله وينقل بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يخطئ، بمعنى أنه لا ينقل المنسوخ ويترك الناسخ مثلا، بمعنى أنه لا ينقل الباطل ويترك الحق، لا يشتبه في هذه الأمور التشريعية. هذا فرقه عن بقية الناس. الأخذ عن بقية الناس شيء، والأخذ عن رسول الله وعن خليفة رسول الله شيء آخر. هذا هو الفرق بيننا وبينكم. نحن نعتقد أن الحكم لله تعالى. فالإمام عندما يتكلم ينقل كما ينقل رسول الله بدقة وأمانة. أما بقية الناس، الناس ينقلون، يختلف عليهم النقل. شكرا. انتهى وقت دكتور علي. احد الصحابه ينقل على الاخر. انتهى وقت دكتور علي. يكذب حديثه الى اخره. شكرا دكتور علي. نفصل ونعاود اللقاء بضيفنا الكريمين ورد للشيخ خالد. جد التحيه لحضراتكم المشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته. جدد لضيفي الكريمين المتناظرين الشيخ علي والشيخ خالد الوصابي. كان لك الوقت شيخ خالد، لك 3 دقائق. طبعا الدكتور علي لما قلت أنه يقول أن الإمام يحلل ويحرم ويشرع، قال أنا ما قلت كلمة مشرع. لاحظ لكنه قال له الولاية التشريعية. سبحان الله، أليس له الذي له الولاية التشريعية بمعنى أنه يشرع ويحلل ويحرم؟ الآن لم نفهم ما معنى الولاية التشريعية. قلت إن كان مجرد ناقل فهل الناقل يسمى مشرعا؟ لم يجيب على هذه النقطة. هل الناقل للأحاديث يسمى مشرعا بأي لغة وبأي صلاح؟ هذا الأمر الأول. فقال لا، لم يجيب على هذه النقطة. ثم قلنا هو مشرع يحلل ويحرم؟ قال لا، أنا ما قلت مشرع، بس له الولاية التشريعية. وهذا ليس بصحيح، هذا ليس جواب. الأمر الثاني لما قلت له إذن ما دام أعطيته ولاية النقل يعني التشريعية اللي بمجرد النقل، إذن سلبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحليل والتحريم، أي سلطة التشريع الذاتية. قال لا، هو يحلل ويحرم بتفويض من الله. نفس السؤال، هل الأئمة يحللون ويحرمون بتفويض من الله أو ليس بتفويض من الله سبحانه وتعالى؟ هو سألك نفس السؤال عشان بس أذكره للمشاهدين، هل الرسول يحلل بتفويض من الله أم بدون تفويض من الله؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، أعطاه الله سبحانه وتعالى سلطة التشريع. السؤال، هل الأئمة أيضا لهم نفس السلطة أو لا؟ إذا كانوا لهم نفس السلطة فما الفرق بينهم وبين النبي؟ وإذا كان ليس لهم سلطة التشريع وإنما مجرد الناقل، فهل الناقل يسمى مشرعا؟ أيضا الأئمة الآخرون لما اعترضنا عليه ونقضنا عليه بفاطمة، قال أن فاطمة ليس لها السلطة السياسية. طبعا الأئمة الآخرون أيضا لم يمارسوا
السلطة السياسية من الحسين فما بعده أو من الحسين فما بعده. فكيف سميتهم أئمة مع أني ذكرت الآية الكريمة؟ يعني إذن هنا يتساوون بفضل ذكرت الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أي ما جعلهم الله أئمة إلا بعد التمكين. أما قبل التمكين كانوا مستضعفون، كانوا مستضعفين فليسوا أئمة. يعني الذي ليس رئيس جمهورية يسمى رئيسا، الذي ليس قاضي وإن كان يصلح للقضاء، وإن كان يصلح للقضاء. يعني مثلا الآن هاشمي رفسنجاني والرئيس الجديد حسن روحاني، أليس رفسنجاني يصلح أن يكون إماما؟ نعم. فبالصلوح كونه يصلح لا يسمى رئيس بالممارسة إلا بالسلطة الفعلية. إذن كيف سماهم أئمة وهم لم يمارسوا السلطة السياسية بمعنى الحكم والنفوذ في المجتمع؟ إذن أنا أريد تعريفا للإمامة، تعريفا أستطيع أبني عليه وأنطلق منه إلى تعريف أهل السنة والجماعة لتعريف الإمامة عندهم. طيب دكتور علي، شيخ خالد بيقول هل الأئمة لهم سلطة التشريع كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قال لك في رده على سؤالك نعم النبي كان له تفويض من الله في التحليل والتحريم. هل الأئمة لهم نفس سلطة التشريع كالنبي؟ والأئمة الآخرين الذين لم يمارسوا السلطة بدءا من الحسين رضي الله عنه وأرضاه إلى يعني الحسن العسكري، هؤلاء ليسوا أئمة كفاطمة؟ تفضل. أولا نحن ذكرنا، أنا أوضحت قضية المرجعية التشريعية أنه ما أقصد به هو نقل أحكام الشريعة، نقل أحكام الشريعة نقلا دقيقا. الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم ينقلون نقلا دقيقا معصوما إلى الناس من دون خطأ أو اشتباه أو سهو كما يحصل مع غيرهم. اعترض بعضهم على البعض الآخر، كذبه، قال أنت مشتبه، أنت كذاب إلى آخره. هذا لا يحصل مع خليفة رسول الله، لأنه كرسول الله أو لأنه يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الجزئية. يعني ينقل أحكام الشريعة، أن تستمر أحكام الشريعة بإخلاص أو بطريق مستقيم لله تعالى، بحيث يبقى الحكم لله تعالى، لا يبقى الحكم للناس، يشرعون الناس ويخطئ فلان ويصحح له فلان. في زمن رسول الله لم يكن هذا الكلام موجودا. في زمن رسول الله كان التشريع، كان الأحكام تلقى دون خلاف، كان الأحكام تلقى دون خطأ. رسول الله لم يكن يخطئ في تبليغ الأحكام، وهذه السنة سنة باقية إلى يوم القيامة. هذا ما نقصد به. اختلفنا أنه نسميه مشرعا، لم أقل نسميه مشرعا، وإنما التشريع نسبة إلى أحكام الشريعة بهذا المعنى. السيدة الزهراء سلام الله عليها قلنا أنه لا يشترط، لم نقل أنه الإمام هو الإمام الذي يتسلم الإمامة السياسية. خلافة رسول الله في مرجعيتيه السياسية والتشريعية، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رسولا وكان معترفا به ولم يكن حاكما، مع أن له السلطات، مع أن الله سبحانه وتعالى فوضه أمور الناس، فوضه ولاية أمور الناس. فهذا الأمر واضح جدا. السيدة الزهراء ليس لها صلاحية السياسة، ليس لها صلاحية الولاية، من هذا الباب هي خارجة عن دائرة الإمامة. هذا الواضح واضح جدا. أما ما فسره من قوله تعالى ونجعلهم أئمة، الأئمة عندكم في هذه الآية معناها الحاكم والملك؟ يعني الأئمة عندكم في القرآن عندما يقول كلمة أئمة، عندما ترد كلمة أئمة في القرآن معناها عندكم الحاكم والملك؟ أنا ما أفهم حقيقة، لأول مرة أسمع هذا الكلام. نعم. هذا ما تكلم به فضيلة الشيخ، وهو لحد الآن لم يذكر لنا تعريف الإمامة والخلافة عند أهل السنة والجماعة. ننتظر من فضيلته أن يكرمنا بهذا التعريف حتى نناقشه معه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شكرا دكتور علي. ننتقل إلى تعريف الإمامة عند أهل السنة. لن أنتقل، لأنه لا يريد أن يجيب على الأسئلة. بالله عليك، رجل بنى بيتا ووضعه إلى النصف ثم تركه وذهب يبني بيتا آخر، لماذا هو لا يريد أن يحكم التعريف؟ ما عنده تعريف للإمامة عند الشيعة؟ يقول لي ما عندي تعريف، سالم من الاعتراض، لأني لن أنتقل إلى تعريف الإمامة عند السنة حتى يحكم التعريف فلا يبقى عليه اعتراض أبدا، لأنه إلى الآن لم يأتي بتعريف. أولا قال، مع احترامي للشيخ علي،
مرة يقول هو مشرع ومرة يقول ليس مشرع ومرة السلطة التشريعية نسبة إلى الشريعة. السؤال هل هو مشرع أو ليس مشرعا؟ لماذا سميته؟ أنا أريد الآن أن يتحفني بنص من كتب اللغة على أن الناقل للشريعة الذي لا يخطئ فيها يسمى مشرع. يسمى مشرعا. خلص هذا أنا أعطيه وقتا، يمكن غدا بعد غد بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة يعطيني على أن الناقل الذي لا يخطئ يسمى مشرعا. هذا أريده، الذي لا يخطئ في النقل يسمى مشرعا. أما يقول لأنهم مشرعين عن الله عز وجل، أنا أسأل سؤال، الأئمة كالحسن العسكري وجعفر الصادق ومحمد الباقر، هؤلاء ما هي الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الدين ينتقل إليهم؟ فإما أن جعفر الصادق يبلغ دين الله إلى الناس كلهم، إلى اليمن، إلى السعودية، إلى مصر، بنفسه أو برواة آخرين. فإن كان هو بنفسه يذهب يبلغ الناس دين الله فهذا أنا أعترف له، جميل جدا. وإن كان جعفر الصادق سيبلغ دين الله بواسطة رواة آخرين، هل الرواة الآخرون معصومون من الخطأ والنسيان أم لا؟ لهم نفس الصلاحية. فإن كانوا نفس ما كان للصحابة، ممكن يخطئ، ممكن ينسي، إذن ما فائدة؟ يعني نفس المشكلة. فالناقل عن النبي عليه الصلاة والسلام نفس الناقل عن المعصوم، يعني ما في حكمة من كونهم هؤلاء ناس اختصهم الله بالعلم والناقلون عنهم هم نفس الناقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام، رجعنا نفس الدوامة نفس الدوامة، إذن ما في فائدة. إذا كان دين الله انتقل إلى علي، هل علي بلغ دين الله إلى الناس بدون خطأ ونسيان؟ يعني هو سافر إلى اليمن مثلا، أرسل عبيد الله بن عباس إلى اليمن، هل عبيد الله بن عباس لما كان يروي أحاديث عن علي بن أبي طالب مثلا لا يخطئ فيها؟ أم علي هو الذي كان يبلغ الناس دين الله؟ يعني هذا كلام، لا تقصد بنفسه وبذاته أم بواسطة؟ فإذا كان بواسطة هل الواسطة له نفس صلاحياته؟ ما الفائدة أن النبي يعطي الأحاديث إلى علي وعلي يعطيها إلى غير معصومين؟ ما فائدته؟ فالنبي يعطيها إلى غير المعصومين. يعني رجعنا ما في فائدة، يبقى رجع لكلام أهل السنة. إيه نفس الموضوع يعني. إذن هو الآن سماهم مشرعين، من أين جاءت التسمية؟ أي أنك تقصد شيخنا أننا لسنا في حاجة إلى هؤلاء المعصومين طلب أننا نرجع في النهاية إلى علماء ومراجع لدى أهل السنة؟ غير معصومين، إلى رواة غير معصومين. إذن الحكمة والشيء العظيم الذي هولوا به على الناس أن الحكمة أن هؤلاء لا يخطئون في نقل دين الله عز وجل ولا يخطئون. طيب خلص، وقتك خلص. نعم. الشيخ علي، الشيخ خالد يريد أن يفهم، يعني طالما أننا يعني ليس في حاجة، يعني نرجع إلى المراجع سواء عند الشيعة إلى المعممين والمراجع وعلماء الشيعة، وإلى عند السنة إلى علماء السنة، فما حاجتنا إلى هؤلاء المعصومين؟ وهل الإمام علي أو الإمام الباقر أو الحسن العسكري بلغ الأحاديث بذاته وبنفسه أم عن طريق أشخاص آخرين بلغوا عنه؟ كان لهم نفس الصفات ولا لا؟ هذا أمر. الأمر آخر بيقول لك شيخ خالد هاتي لنص على أن الناقل للشريعة يسمى مشرع. تفضل يا دكتور. وهل قلت أنا كلمة مشرع؟ هل ذكرت كلمة مشرع؟ لم أذكر كلمة مشرع. أنا في خلال حديثي كله لم أذكر كلمة مشرع حتى يلزمني بها فضيلة الشيخ. أنا قلت أن هذه الولاية التشريعية بمعنى نقل الأحكام للناس، بغض النظر أن رسول الله فوض له أمر التشريع، هذا لا نقول به بالنسبة لخليفة رسول الله، لكن هذا المستوى من نقل الأحكام إلى الناس بأمانة بدون خطأ، هذه المرجعية انتقلت إلى أهل البيت سلام الله عليهم، أحكام الشريعة إلى الناس. لم أقل مشرع، لم أقل كلمة مشرع، فهذا الكلام رجاء لا تقولني قولا لم أقله، هذه الكلمة. ثانيا، قال هل الإمام الصادق سلام الله عليه سافر إلى اليمن؟ طبعا الأصل أن الأمة تطيع أهل البيت سلام الله عليهم، تمكن أهل البيت سلام الله عليهم من حكم الناس، من قيادة الناس، من هداية الناس. أما إذا كانت الأمة رفضت أهل البيت عليهم السلام، أبعدتهم، شردتهم، قتلتهم، ضعفتهم، فبالنتيجة النهائية الذنب هو ليس من الله تعالى، الذنب هو من الناس. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ المشكلة ليست عند أهل البيت عليهم السلام. لو كان أهل البيت دكتور، دقيقة ونص للشيخ، في دقيقة ونص ليك قبل ما يصلحوا العطل الفني ونرجع للشيخ علي. يعني بيقول لك الشيخ
علي انه ما قالش كلمه مشرع، يعني انت جبتها لما يقول الولايه التشريعيه الذي ينسب الى الولايه التشريعيه ماذا نسميه؟ بيقول لك الولايه التشريعيه هي نقل الاحكام للناس بامر هذا بدون الذي له أخطاء. الذي الذي له الولايه التشريعيه ماذا نسميه؟ مشرعا ولا ايش؟ ايش نسميه؟ الذي يمتلك سلطه الولايه التشريعيه ماذا نسميه؟ الذي يمتلك سلطه القضاء ماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟ طيب هنا بيقول لك، بيقول لك انتوا استبدلتوا يعني تعليتوا على حق آل البيت و... خليك الان لا نناقش هذا لانه خارج الموضوع، خارج موضوع التعريف، لانه لا نناقش الان الناس موقفهم من آل البيت، نحن نناقش الان موضوع تعريف الامامه، حكم الامامه، تعريف الامامه. السؤال الان الذي له السلطه التشريعيه ماذا يسمى؟ يسمى مشرعا ولا ايش يسمى؟ عنده سلطه التشريع، اي مسمى مشرعا. ليش سمي سلطه تشريعيه؟ انا لما طالبته بالدليل لم يمتلك الدليل، فلهذا انكر انه سمى مشرعا. طيب السؤال، لماذا سميت لماذا قلت له التشريعيه؟ باعتبار ايش؟ انه ناقل ايش للاحاديث. طالبته ان يعطيني النقل لم يجب على هذا، يعني الناقل الحديث له صفات من بلغ عنه أم هل لا؟ يسمى له سلطه تشريعيه؟ يعني خلص نتجاوز مشرع. اولا عندنا سؤالان، السؤال الاول الذي له الولايه التشريعيه ماذا يسمى؟ الذي له الولايه التشريعيه ماذا يسمى؟ ثانيا الذي ينقل الاحاديث ولا يخطئ فيها، ما الدليل على انه يسمى له الولايه التشريعيه؟ ايش الدليل؟ اولا من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، من كتاب الله، من اللغه، من العرف، من اي تعريف يعطي. الذي ينقل احاديث ولا يخطئ فيها، ما الدليل انه له يقال له الولايه التشريعيه؟ ما الدليل انه يقال له الولايه التشريعيه او له الولايه التشريعيه؟ اما ايه قرانيه او حديث نبوي او من اللغه العربيه او من العرف او من اي دليل يخترعه، من الاستحسان، من الاستصحاب، من القياس، من الاجماع، لا باس. ايضا لم يجيب على موضوع ما هي الحكمه ان الله اودعهم العلم مع ان الرواه عنهم غير معصومين. ايش الحكمه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام روى عنه رواه غير معصومين، وعلي روى عنه رواه غير معصومين، نفس الموضوع. وعلي بن الحسين كذلك، وجعفر الصادق كذلك. يعني ما هي الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حديث موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه عليا؟ طيب. علي هذا وين سيسرح الحديث؟ هل سيذهب به؟ نعود تاني، نعود تاني. شكرا. سيعطيه راوي غير معصوم؟ فإذا كان أعطاه راوي غير معصوم، طيب خلص نرجع. يعني تحليل يا دكتور علي، يعني أنت قلت يعني في سؤال للشيخ خالد بقول لك يعني الذي له الولاية التشريعية ماذا يسمى؟ هذا أمر. الأمر آخر الذي ينقل الأحاديث ولا يخطئ فيها، ما الدليل أنه يقال له مشرع أو له الولاية. أو له الولاية التشريعية، ما الدليل على أنه يقال له له الولاية التشريعية؟ تفضل يا دكتور. نعم حقيقة أنا لم أسمع، انقطع عندنا الاتصال. السؤالين الذي يقال، نعم عفوا، يعني السؤال الأول بيقول لك الذي له الولاية التشريعية ماذا يسمى؟ أنت تقول ليس مشرع لكن له الولاية التشريعية أو له سلطة التشريع، ده أمر. الأمر الآخر الذي ينقل الأحاديث ولا يخطئ فيها، ما الدليل أنه يقال له الولاية التشريعية؟ تفضل. نعم أولا الذي ينقل الذي له الولاية التشريعية ماذا يسمى؟ هو لا يسمى الإمام، الإمام له ولايتان حتى نسميه إماما. يعني ليس بولاية تشريعية نسميه اسما وبولاية سياسية وحدها نسميه اسما، هو يسمى إماما. هو يسمى إماما طبعا إذا الله سبحانه يخلف رسول الله في هاتين الصلاحيتين. هذا هو السؤال الثاني، ما الدليل أنه الذي ينقل الأحكام تسمى ولاية تشريعية؟ نعم إحنا بغض النظر أن سميناها ولاية تشريعية، هذا التعبير لإيصال المعنى إلى الناس، ولكن المهم هو المفهوم. المفهوم أن أحكام الله تعالى يعني مختصة بالله تعالى، الحكم لله تعالى، الاختلاف لا يجوز في الدين، القرآن ذم الاختلاف. أدلة الولاية التشريعية لأهل البيت عليهم السلام أدلة كثيرة جدا، لست في مقام التفصيل، لست في مقام التفصيل في هذه الأدلة، لكن في مقام مجرد إيضاح المعنى، إيضاح المعنى لفضيلة الشيخ. ولحد الآن فضيلة الشيخ لم يتحفنا بتعريف الإمامة والخلافة عندهم، بتعريف الإمامة والخلافة عندهم، وأنا أجبت عن كل أسئلته.
طيب يعني عشان نحدد النقاط يا دكتور علي، انت قلت ماذا قلت في الذي له الولايه التشريعيه ماذا نسميه؟ لم افهم السؤال، تفضل حبيبي. ليس عندنا شخص له ولايه تشريعيه فقط، ليس عندنا شخص له ولايه تشريعيه فقط، انما الى جانب الولايه السياسيه يسمى اماما، الى جانب الولايه السياسيه يسمى اماما. هذا بالسؤال الثاني. أدلة الولاية التشريعية تحتاج إلى تفصيل، يعني أحتاج إن شاء الله في وقت لاحق أتكلم عن أدلة الولاية التشريعية، يعني أحتاج إلى تفصيل ووقت حتى أتكلم في هذه الأدلة. لكن بعد أن سمحت الشيخ يتفضل بإعطاء التعريف الدقيق للإمامة والخلافة عند أهل السنة والجماعة. شكرا شيخ خالد، لك دقيقتان كما قال الشيخ لنهاية الحلقة، تفضل. طيب، هو يقول يعني لم يعرف إلى الآن، فحقي أنا، يريدها نقدا وحق نسيئة. يعني يريد من التعريف نقدا، هو الذي بدأ، أعطيناه البداية له، إلى الآن لم يأتي بالتعريف. ولما قلنا له الذي له السلطة أو الولاية التشريعية، ماذا يسمى في اللغة العربية؟ لا تنزه عن التعريف، لكن أنه يثبت للناقل الأحاديث الذي لا يخطئ في السلطة التشريعية أو الولاية التشريعية، عادي ما في مشكلة بدون دليل. السؤالان لا يزالان قائمان، ماذا يسمى في اللغة العربية الذي له السلطة التشريعية؟ ماذا يسمى هذا في اللغة العربية؟ أنا ما طلبتك بحديث لا من الكافي ولا من الوافي ولا من غير شيء، طلبت بدليل حتى من اللغة العربية. يقول قال ابن منظور ولا قال في القاموس المحيط أو في أي شيء. السؤال الثاني، الولاية التشريعية للناقل من أين أخذها؟ يعني هو دليله ايه يعني؟ ايش الدليل؟ يبقى احنا عرفنا البيضه قبل الدجاجه ولا الدجاجه قبل البيضه؟ هل من اللغه العربيه او من القران او من السنه او من العرف؟ ان كان اخذها من اللغه يقول لي، اخذها من الشرع يقول. يعني انا ما اريد الادله كلها الان يحصرها لانه يرهبني اني عنده ادله كثيره، لا اريد دليل واحد والباقي خليها الى دليل على ان الذي له الولايه التشريعيه الذي ينقل الاحاديث الذي ينقل الاحاديث بدون ان يخطئ فيها يسمى له الولايه. انا ما اريد يعني 100 حديث، لا، ولا 100 دليل من اللغه، اريد شيء واحد. واذا كان باقي معه بقيه يدخرها الى الحلقات القادمه. طيب نختم الحلقه شيخنا، تفضل. خلاص يعني ناخذ منك النص اليدي. مشاهدي الكرام، في نهايه الحلقه يعني نشكر الدكتور علي الفحام من علماء النجف، أستاذ العقيدة كما قدم نفسه وعرف نفسه لأهل السنة والجماعة. شكرا لك دكتور علي، شرفتنا. غدا إن شاء الله إن كان في العمر بقية نلتقي بك. شكرا لك. وللإنصاف يعني هو أكاديمي وباحث وطرحه جيد، ويعني له هدوء في هذا الطرح وعلمية أيضا في هذا الطرح. هذا ما نطلبه في هذه المناظرة العلمية، بعيدا عن الثرثرات ورفع الأصوات والاعتراضات الكثيرة التي تضيع على المشاهدين الفهم لهذا يعني هذه المناظرة. أشكر ضيفي أيضا الكريم الشيخ خالد الوصابي، الباحث في الدين الشيعي. شكرا لك شيخ خالد. شكرا جزيلا لك ولضيفك وللإخوة المشاهدين الكرام. شكرا لك. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، غدا بمشيئة الله في 11 بتوقيت مكة المكرمة والكويت، 10 بتوقيت مصر يعني وتوقيت القاهرة، يعني نلتقي وكلمة سواء في ثاني حلقاتها إن كنا من الأحياء. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.